كيف كانت العلاقة بين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين من أحسن وأقوى الروابط؟ وعندما كان يسأل الشيخ ابن باز عن الشيخ الألباني كان يقول: لا أعلم أحدا تحت أديم السماء أعلم من الشيخ الألباني في علم الحديث. وعندما سئل الشيخ ابن عثيمين بعد موت الشيخ ناصر: هل الشيخ الألباني مرجئ؟ قال: سبحان الله، الشيخ الألباني من يقول عنه مرجئ، فإما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني، وأنا لا أعرف للألباني قولا ولا رأيا في الإرجاء، ولكن هؤلاء من التكفيريين يريدون أن يطعنوا في الشيخ الألباني حتى يطعنوا في دعوة الكتاب والسنة إلى غير ذلك من الكلام. فبالتالي الصلة بين الشيخ ابن عثيمين والألباني وابن باز كانت من أقوى الروابط، وكانوا ينشرون السنة ويعلمون الناس الفقه، وحتى في المسائل الفقهية إذا اختلفوا يعذر بعضهم بعضا، بل أحيانا تظهر بشكل نكتة وأضحوكة. فمثلا شيخنا الألباني رحمة الله عليه كان يقود السيارة بنفسه ويسير بسرعة عالية، وكان يقول الإشارة الضوئية الحمراء عندما يسأل هل يجوز أن أتعداها، فكان يقول: هذه شيء معقول المعنى، إذا كان تعديها في مكان فارغ ولا يوجد من يؤذى، وإذا كان هناك أيضا كان يسأل عن السرعة فيقول: إذا كانت السيارة متينة وهناك سرعة متوازنة من هذا السائق فهذا جائز وذاك جائز. كان يتعامل مع قواعد المرور أنها معقولة المعنى. فقيل له: إن الشيخ ابن باز يفتي بأن من يسير سرعة مرتفعة وعالية فهذا باب إلى الانتحار. فضحك الشيخ الألباني وكان يقول: وذلك أن الشيخ ابن باز لم يجرب قيادة السيارات. الشيخ الألباني كان معروفا بمهارته بقيادة السيارات. فنقل الكلام إلى الشيخ ابن باز، في تلاميذ رايحين جايين، فنقل الكلام إلى الشيخ ابن باز فضحك الشيخ ابن باز وقال: وذلك أن الألباني لم يجرب دفع الديات. فإذا هكذا كان النقاش بين أهل العلم والعلماء، حب ومحبة وإخوة ومناصرة ومؤازرة دون تسفيه أو تقليل. فهؤلاء علماء. وعندما كان الشيخ ابن باز طبعا في الجامعة الإسلامية، فأول من دعا شيخنا الألباني، طبعا المؤسس والقائم عليها كان الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ. ففي أول الستينات دعا الشيخ ابن باز ودعا الشيخ الألباني، ثم بعد ذلك الشيخ ابن باز مات الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ واستلم الشيخ محمد ابن باز. الشاهد كانوا حتى تزاملوا وأصبحت هناك زمالة في بعض على كل حال الكلام في هذه القوة كلام طويل لا يتسع هذا المقام.